حكايات الأشباح والعفاريت والحكم بين الأشياء الخارقة، إليك نكشف أكثر الأماكن المرعبة في مصر التي نشرتها الصحف والمواقع المصرية، منها قصر السكاكيني وهو من أشهر قصور القاهرة ويقع في وسط حي الظاهر أحد أحياء القاهرة القديمة وحوله كثافة سكانية عالية، حيث أن بعض أهالي المنطقة يتداولون منذ سنوات طويلة قصصا مختلفة عن أشياء خارقة تحدث داخل القصر، مثل إضاءة أنوار فجأة خلال ساعات الليل، أو تحرك القصر حول نفسه، أو ظهور ابنة صاحب القصر تقف في شرفة القصر، وكذلك يعتقدون بسماع أصوات مخيفة. قصر البارون قد يكون القصر الأكثر شهرة على الإطلاق في مصر بسبب تصميمه الفريد ووجوده في منطقة مصر الجديدة كأول مبنى تم بناؤه هناك قبل أكثر من 100 عام. يعتقد البعض أن القصر مسكون بشبح شقيق صاحب القصر، وبدأت الحكايات تنتشر عقب وفاة إمبان البارون عام 1929، وأبرزها أن شقيقة البارون تظهر بملابس بيضاء في الليل، أو يسمعون صوت صراخها وشجارها مع شقيقها. عمارة رشدي وهي واحدة من أكثر مباني الإسكندرية التي تكثر حولها الأساطير، حيث يعتقد البعض أنها مسكونة بالأشباح. ومن أكثر القصص المتداولة هي أنه لا يمكن لأحد العيش في شقق هذا المبنى لأنه لن يخرج منه حيا، وسيتم إلقاؤه من المبنى كما حدث مع كل من سبقوه. كما أثيرت شائعات العام الماضي حول صدور قرار بهدم المبنى المخيف، لكن الغريب أنه كان قرارا باستكمال بناء طابقين للمبنى الخالي من السكان. وأخيرا فيلا التاجر اليهودي شوكوريل، قبل سنوات طويلة اشترت عائلة الفنان عزت أبو عوف فيلا التاجر اليهودي المصري شوكوريل في حي الزمالك، وكانت الفيلا قد شهدت مقتل صاحبها، لذلك تعتقد أسرة الفنان عزت أبو عوف بوجود شبح شوكوريل في الفيلا، ويقولون أنهم شاهدوا شبح الرجل اليهودي على شكل هالة من النور، ثم يظهر أمامه رجل عجوز يحمل في يده مصباحا يضيء له طرقات الفيلا. نعم عزيزي المشاهد، وكانت الفنانة يسرى حكت قصة مشابهة عن وجود أشياء خارقة في هذه الفيلا أثناء إقامتها مع صديقتها الفنانة مها أبو عوف. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.